اهلا بيكم مشاهدي قناه الصحه والجمال وحلقه جديده وبرنامج استاذ في الطب. بسبب ضغوط الحياه اللي بتكون علينا دايما والمشاكل اللي بتواجهنا، بنحتاج دايما لحد نقعد نفضفض معاه، نتكلم معاه، ويا سلام لو كان الحد ده متخصص ويقدر يساعدنا ويدلنا على الطريق الصح، بدل ما احنا ممكن حد يقول لنا كلمه نقعد نفكر فيها تلخبط لنا حياتنا. اوقات كده، اوقات حد بيقول لنا حاجه بتلخبطنا شويه. فالنهارده ان شاء الله هيكون معانا باذن الله الدكتوره امان يوسف، اخصائي الصحه النفسيه والارشاد الاسري. اهلا بحضرتك يا دكتوره، حضرتك منورانا النهارده. بدايه يا دكتوره، انا عايزه اعرف ايه الفرق بين الاخصائي النفسي والطبيب النفسي؟ تمام. الطبيب النفسي بيلقب بدكتور من اول ما ياخد بكالوريوس الطب. تمام. الاخصائي النفسي ما نقدرش نطلق عليه دكتور الا لو اخد دكتوراه متخصصه. ده أول حاجة. تاني حاجة، الطبيب النفسي بيوصف أدوية، عقاقير طبية، إنما الأخصائي النفسي ما بيلجأش للعقاقير، بيلجأ لوسائل تانية متعددة خلال جلسات العلاج. تمام. لأن في ناس كتير بتتخوف من فكرة الأثر الجانبي للدواء، دي حقيقة، وبيبقى عندهم فوبيا من أني لو عالجني من التوتر هيسبب لي مشاكل تانية في الكبد، في الكلى، في الوات ايفر. انما برضو احب اقول لهم ان في حالات لازم غصب عننا بناخد ادويه، خصوصا في حالات الذهان مش العصاب، يعني بتبقى المشكله عقليه مش نفسيه. تمام. وفي بعض حالات، الحالات النفسيه الحاده لما بيوصل الاكتئاب لدرجه حاد، بيبقى محتاج الحقيقه الحاجتين، بيبقى محتاج علاج طبي ادويه، وبيبقى محتاج جلسات تعديل سلوك. تمام. فهو ده الفرق بين الطبيب النفسي والاخصائي معنى النفسي. كده ان حضرتك بتبقى يعني علاجك عن طريق جلسات او بتتحاوري معاه، مفيش ادويه. في حاله تطور الحاله او الحاله بتحتاج ادويه، حضرتك بتحولي للطبيب النفسي. لا، هي مش بت... لا هي ما بتتطورش طالما انا ابتديت اشتغل. أكيد خلاص، هي أكيد. يعني لو هي جت المفروض لحضرتك، بتتراجع. يعني لو جت حضرتك محتاجه الاثنين. ايوه تمام. انما ساعات بتواجهنا حالات اكتئاب حاد، وانا بنصح المريض انه هو بجانب الجلسات دي محتاج كمان يشوفه طبيب. فهو ده الفرق الجوهري، هو الادويه بين الطبيب وبين الاخصائي النفسي. الاخصائي النفسي، تمام. طيب امتى الواحد يقرر انه يلجا للمساعده؟ يعني امتى اقول انا محتاجه ان انا اروح لاخصائي نفسي، لا انا عندي مشكله؟ امتى حضرتك افكر في كده؟ تمام. ايه، بصي، الانسان بطبعه كائن اجتماعي. تمام. كويس. يميل للتعامل مع الجماعات ويتكيف، يعني التكيف ده من اهم ميزات البني ادم الانسان. تمام. وانس ان حصلت له مشكله او موقف، التكيف ده بيبتدي يحصل له انترابشن، يعني يحس انه مش قادر يتكيف. جميل. يعني نقولها كده بالراحه كده يا دكتوره، هقول لحضرتك، مش قادر يتعامل مع زمايله مثلا، مش قادر يعمل شغل المطلوب منه. يعني ابسطها بعد اذنك. تمام. طبعا. قصدي حضرتك كده، انا انه مش قصدي قادر. انا قصدي انه بيبص يلاقي نفسه على غفله. تمام. في حاله حزن، في حاله انكسار، مش قادر يروح شغله، مش عارف يتعامل مع الناس اللي حواليه. تمام. يفضل الانعزال، وكل دي حاجات ضد الصفات الطبيعيه للانسان. للانسان. تمام. فاذا هو في مشكله. تمام. ابتدت علاقاته بالناس تتاثر. بيتعامل يا اما بانعزال شديد يا اما بعنف شديد. عاداته حتى في الاكل والنوم اتغيرت. تغيرت. يعني تمام. في ناس تاكل بشراهه لما تكون متضايقه او مكتئبه. وفي ناس تمتنع تماما عن الاكل. في ناس تنام لفترات طويله وبتستخدم النوم كحيله ده هوبيه. دليل لوجود اكتئاب. اي حاجه من حضرتك قلتيها دليل لوجود اكتئاب. تمام. بدرجاته بقى. برافو عليكي. اي حاجه بتخلي الانسان حاسس ان هو بيصرفش بطريقه طبيعيه. ايوه. وانه تمام. مش عارف يعيش، مش متكيف. تمام. تمام. ايوه. فاضطرابات النوم برضو، في ناس تنام كتير على اعتبار ان النوم حيله هروبيه، وفي ناس طول الوقت مش عارفه تغمض عينيها، دماغها شغاله طول الوقت، وطبعا شغاله في حاجات مضايقاها. فيقوم الصبح هو مزاجه متعكر، جسده منهك. فكل دي حاجات تخليني لازم الجا لمساعده. تمام. في بقى مواقف زي مثلا لما يفقد عزيز. ده موقف مفاجئ حصل، ما كانش معمول حسابه. في ناس تتكيف مع الوضع خلال اسبوع، 10 ايام، بالكتير 40 يوم. يعني في حاله الوفاه مثلا، في او حاله حاله وفاه مثلا عزيز. انهاء علاقه، او حاجه ازمه نفسيه جت للمريض، يعني للانسان، اي ازمه قابلها في حياته،
اكتر من شهر كده، ممكن لو فضل اكتر من شهر متضايق او تصرفاته متغيره يعرف ان هو محتاج لعلاج نفسي. هقول لحضرتك، في حالات الوفاة، في حالات الوفاة تمام. الطبيعي او النورمال اللي يخليني احس ان انا بتصرف بشكل طبيعي هو اني الحزن يتصاعد لمدة بالكتير اسبوع، وبعدين يبتدي المنحنى ينزل. لما اوصل بيقل ل 40 تدريجي. يوم اي احس ان انا خلاص اتاقلمت على وضع ان فلان او فلانه ده ما بقاش موجود، تمام ده النورمال. تمام لكن لو انا عدى عليا 40 يوم، لا شهرين ثلاثه اربعه، وانا متاثر لدرجه اني مش عارف اتعامل مع الناس، مش طايق اشوف حد، عايش في اوهامي مع الشخص اللي توفى، طول الوقت متخيل انه موجود بيتكلم معايا، بتحاور معاه، كده في أزمة كده في قلق. خلاص انت ولازم حضرتك في نحلها. مرحله لا سواء. انما مراحل المشاكل العاطفيه يا فندم دي بتتعالج معالجه الادمان، دي بتتعالج معالجه الادمان، لان انت ساعات بيبقى اكتر من كونك بتحب الطرف التاني هو انك اتعودت عليه. تعود زي تمام. تمام. فانت لما بتفقده مش زي ما بتفقد واحد مات، لانك لما بتفقد واحد مات بتبقى عارف ان مفيش امل. ايوه الوضع مختلف، الاحاسيس مختلفه. بالظبط بالظبط. الامل ده بقى هو اللي بيخليك تبقى تعبان زياده، وبيبقى عندك زي اعراض الانسحاب، زي زي المدمن، زي الادمان. مدمن المخدرات. بالظبط. اعوذ بالله. ايوه تمام. تمام فده له طريقه للمعامله، وده له طريقه للمعامله، وده بيقدر يكتشف اللي فقد عزيز بيقدر يكتشف اسرع ان هو في مشكله ومحتاج يتعالج. انما اللي فقد حبيب اللي هو الفركشه يعني بالمعنى زي ما بيقولوا، الحقيقه بعد كتير لما بيفاجئ ان حياته توقفت، وانه ما قدرش يتعامل كشخص طبيعي، ان خلاص مش شرط على كمان رأيه. حبيب. والله يا دكتوره اوقات الواحد بيتصدم مثلا في حد كان واثق فيه، تمام مش شرط حبيب يعني، ممكن تبقى صديقه مثلا. تمام. بتهيألي برضو في الحاله دي تحتاج برضو العلاج ما انا لو بقول طولت لحضرتك، معاها مش كل شويه. الناس بتعرف تتعامل زي ما راغب علامه بيقول اللي بعد خسر دلعنا. لا، في ناس ايوه بتحس ان بيبقى الدنيا عندها خلصت، الدنيا خلصت تحس و... بهزه وعدم ثقه. في ناس بالظبط كتير بتحسها كده فعلا. بالظبط بالظبط. تمام. فبيبقى صعب جدا انه يخرج من الحاله دي، ولما يستعين بمتخصص هو هيقول له خطوات وتدريبات، وهيتعامل معاه بطريقه تخليه عارفه كده زي ما نقول بالبلدي يتلهي عن اللي هو بيفكر فيه ده. والله هو فعلا وانس ينسى. انه حط مخه في اتجاه تاني، خلاص الحكاية تنقص بالتدريج وبيبقى أفضل كتير. زي يعني حضرتك زي بتشتتي انتباهه مثلا، او بتوجهيه لحاجة تانية، بوجه لحاجة تانية. تركيزه لحاجة في تانية. اتجاه تاني، بس تمام. طبعا بطرق معينة يعني. طبعا اكيد. طب حضرتك معلش، احنا بقى اتفضلي. الارقام على التليفونات لو حد عايز يتواصل معاكي، طبعا الارقام على الشاشة، ارقام التليفونات على الشاشة. تمام واللي ما كانش متابعنا من اول، دكتورة أمان يوسف، اخصائية الصحة النفسية والارشاد الاسري. تمام. طيب حضرتك، تدهور الحالة النفسية دي ممكن يكون له اخطار جسيمة؟ يعني انا لو مثلا ممكن انا اطنش، لا مش هروح لدكتوره دلوقتي، انا كويسه، مش هروح لدكتور، انا شويه كده هبقى كويسه. هل انا لو سبت الوضع النفسي السيء ده يؤدي لاعراض جسيمه عندي في جسمي يتعبني؟ اقول لحضرتك، في نوع من الامراض اسمه الامراض السايكوسوماتيك او الامراض النفس جسميه. الامراض دي ما بتظهرش في الانسان عن طريق ان هو عنده مشكله عضويه، لا دي بتظهر في الاعضاء بتاعته الجسميه لانه نفسيا مش متظبط. يعني مثلا السيدات اللي بتعاني من الام المفاصل اوتوماتيك حضرتك لو دورتي هتلاقي انهم عندهم نقص عاطفي، مش مشبعين عاطفيا. فعلا تمام. والله. تمام. الام المفاصل، اصل كل مع ان الستات عندها الام في المفاصل، كلهم عندهم نقص عاطفي جزء كبير منهم يعني. لان الست طبعا كائن حساس، ايوه طبعا طبعا وبتحتاج طبعا للعاطفه، طبعا. ونقص العاطفه قد يؤدي بيها. بقول لحضرتك لغايه يعني مثلا واحد يقول ايه، يا سلام يعني انا لما جيلي روماتيزم وركبي توجعني، يعني معنى كده ان انا عندي نقص عاطفي؟ يعني حتى لو ما يجيش في بالك. بدليل ان اوقات الاوجاع دي بتظهر في الازمات. بالظبط. يعني انا بحس بكده، ان ما حدش بيحس ان هو موجوع الا لما يكون متضايق او متضايق. عنده مشكله. ما برافو شفتيش عليك. حد سعيد فعلا وهو بيتوجع؟ يعني ما صحيح. شفتش حد سعيد بيتوجع، ولا انا لا صح. كلامي صح؟ لا لا كلامك صح جدا. تمام. في طبعا اعراض تانية كتير. طبعا امراض القلب، يعني بصي كام في المية من الناس بتقول لك انا حاسس ان ضربات قلبي سريعة لدرجة ان صدره يوجعه. ضربات القلب السريعه دي توتر، قلق، خوف، وهو ما بيجيش في باله ان اللي بيحصل له ده اوريدي انه متوتر، لا بيشك على طول ان انا عندي مشكله في قلبي.
يبتدي يتجه اتجاه تاني. يبتدي يروح يدور على قلبه في ايه، وفي الغالب بيعمل سونار وبيعمل كشوفات وحاجات، وكل الفحوصات بتقول له ان انت نفسيا مش مبسوط نفسيا. وممكن تبقى أزمة لو اتفهم، طبعا او برافو راح عليكي، للدكتور قال له مثلا انت عندك مشكلة في القلب، تبقى حكاية. برافو عليكي. وهو اصلا اول ما يحس ضربات قلبه سريعه، هو خوفه من ان قلبه يكون فيه مشكله وانه ممكن يواجه خطر الموت دلوقت، بيزود ضربات القلب كمان زياده. يعني انت لو هديت وفهمت ليه، بصي اذا عرف السبب بطل بطل العجب. العجب. تمام. انت محتاج حد يفهمك في ايه. انت اول ما هتفهم في ايه الدنيا هتهدى ايوه معاك. صح، حطيت ايدك على المشكله. تمام. بس ازاي تعرف بقى في ايه؟ انت محتاج حد يساعدك في ده، لان هو مش سهل، مش اي حد يقدر يوصل. يعني مدرسه التحليل النفسي دي مدرسه معقده جدا، وحضرتك لو دورتي في اعماق الناس هتلاقي مفيش حاجه بتتنسي ولا بتضيع، كله موجود. بدليل احنا كل شويه بنسترجعها بينا وبين برافو نفسنا، عليك، بنفتكر بالذات لما نيجي ننام. برافو دي عليك، مشكله جامده جدا. برافو عليك. ساعات مثلا وانت متضايقه ايوه تحسي بصعوبه في البلع، دي مش قادره حقيقه. ابلع اللقمه، صح؟ دي حقيقه. اكتئاب. ايوه حضرتك ما يجيش في بالك بقى ان انت عندك مشكله في زورك، ان انت محتاجه ما اعرفش ايه للوز، محتاجه ايه للحلق، انت متضايقه فمش قادره تبلعي. تمام. طب في تليفون لحضرتك. اتفضلي. ايوه ايمان اتفضلي. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا حبيبتي اتفضلي. انا عايزه اكلم الدكتوره لو بعد اذن حضرتك. الدكتوره مع حضرتك اتفضلي. 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 الو. ايوه معاكي، ايوه اتفضلي. دكتوره سؤالك ازي ايمان. حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي. ازاي؟ انا الحمد كنت لله. بس عايزه يعني اشكر الدكتوره جدا، لان لولاها ما كنتش انا بقيت يعني كويسه كده بصراحه ما شاء الله في عليكي. حياتي ربنا بجد والله يخليكي، يعني. ربنا يخليك. فانا استاذنك بشكرها جدا جدا اسمك. انها ساعدتني في حاجات كتير ووقفت جنبي في حاجات كتير بصراحه، ما وهي شاء الله، احسن يعني احسن من اي دكتور في الدنيا والله. ربنا يخليك. استاذنك اسمك ايه بس عشان اعرف. ايمان. ايمان. يا ايمان. ايمان بيومي. ايمان ايمان اهلا بيومي وسهلا. اهلا وسهلا اهلا استاذه ايمان، بحضرتك. اهلا بيكي يا حبيبتي. حضرتك ده دوري وواجبي، وانا سعيده ان انا قدرت يعني اساعدك وتموري. الف سلامه يعني عليك يا ايمان وشكرا لاتصالك. ميرسي يا اتفضلي حضرتك في حبيبتي، مكالمه تانية اتفضلي. لحضرتك. ايوه ايوه اهلا اتفضلي. وسهلا يا ام احمد. اهلا وسهلا ام محمد. ام محمد اهلا وسهلا. ايوه انا مع حضرتك. انا دكتوره معلش، عندي الاعراض اللي اتفضلي. انت قلتيها دلوقتي، هي يعني مثلا بعد عن الناس والضيق واضطراب في القلب جامد، وساعات بحس ان قلبي جامد ما بزعلش على حاجه، او يعني عكس زمان كنت بزعل على كل حاجه. مش عارفه بقى اتعامل ازاي، يعني انا محتاجه علاج ولا ايه؟ حياتي كلها متغيره يعني بقى لها مده كده. هو حضرتك اقدر اعرف سنك كام سنه؟ عندي 28. 28. ده انت لسه في عز صغيره شبابك. خالص. انت لسه في عز شبابك. انت في حاجه مضايقاكي، انت عارفاها اكتر مني. في حاجه حياتك حصل لك تحول، بقيتي زي ما بتقولي كده، بدل ما كنتي بتستحملي كتير ومش بتاثر معاكي حاجه، ابتديتي على غفله تبقي حساسه، والمواقف الصغيره بتاثر فيكي بشكل كبير. فانت علشان كده خلينا نقول في بوادر اكتئاب، مش اكتئاب ولا حاجه، انت لسه شابه صغيره. ويعني لو حضرتك حابه تشرفيني اتفضلي، انما اصل بكل اسف ودي حاجه بتزعلني، ببقى نفسي اساعد اللي بيكلمني في التليفون او حتى اللي بيكلمني تشات، ببقى نفسي اساعده، بس انا لازم اشوف، لازم تشوفي. لازم ادرس الحاله واجمع منها بيانات بطريقتي، واخليها تتكلم بطريقه انا عارفه اوجهها للكلام ازاي، عشان انا عايزه افهم خلفيات مش في بالها، تمام، مأديه بيها للحاله دي. فانا بصي في العموما في نصيحه بتقول ان حاولي تطنشي، مهم يعني قوي موضوع حاولي التطنيش ده. حاولي تقنعي نفسك دي حقيقة. ان انت اقوى من الموقف. معلش يا دكتوره هقطع كلامك، في اتصال. طبعا. ام احمد بقى المره دي. ايوه ام احمد الو. ايوه السلام عليكم. اهلا حبيبتي الدكتوره معاكي اتفضلي سؤالك على طول. اتفضلي يا فندم. بصي يا دكتوره بعد اذن حضرتك. اتفضلي. انا عندي جوز لسه يعني مكتشف الحياه ديت من بين 4 ايام، اللي هو عندي صمامين في الجلد تعبان. لا معلش عندي الصوت مش واضح. معلش الصوت. قولي تاني. بنقول لحضرتك انا جوزي عنده 35 سنه. ايوه. ولسه مكتشف اللي هو عنده صمامين في الجلد تعبانين. صمامات في القلب تعباه؟ اثنين. تمام. ماشي يا دكتوره، بس هو بيجري وعايش حياته طبيعيه جدا جدا، بس مش حاسس باي حاجه خالص، يعني الدكتور بيقول له كده.
الدكتور يعني بيقول ان عنده مشكله في الصمامات عشان بس هو مش حاسس بحاجه. ابقى فهمت صح حضرتك، حضرتك جوزك قلبه تعبان بس هو مش حاسس، مش حاسس بوجع. لا مش حاسس بوجع والله يا دكتوره خالص، وبقول انا عايش حياه طبيعيه مش عايش، بس الدكتور قال له عندك الصمام الجلدي ولا مش عارفه اسمه كده. عندي اثنين تعبانين، مش عارفه ايه الحل والله يا دكتور. طيب انا هقول لحضرتك في صمام، في صمامات في القلب زي الصمام المترالي مثلا. الصمام ده في حالات كتير جدا نسبه عاليه في الناس عندها ارتخاء في الصمام ده. ساعات الارتخاء ده بيسبب اعراض بس هي مش مشكله، يعني حتى لو سالتي جراح يقول لك لا مش لازم نعمل عمليه ونشوف موضوع. هو فعلا عايش طبيعي هو زي ما حضرتك بتقولي. كل لحضرتك بقى ده دورك، هو مش حاسس بوجع وحضرتك هتساعديه في انه فعلا يحس انه طبيعي جدا وما عندوش اي مشكله. هو لو ما توهمش انه تعبان عمره ما هيتعب طالما الدكتور ما قالش ان في حاله بعد الشر خطر. تمام، ما دام حضرتك رحت للدكتور ولجأتي فعلا لمساعده متخصص، يبقى فاضل الجانب النفسي، هو انك ما توهمهوش يعني ما تعملوش بطريقه مختلفه. أيوة بقى لا ما تتحركش انت تعبان. أيوة. لا ما تروحش انت تعبان. لا 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 مهم خالص. جدا موضوع الجانب النفسي حضرتك اللي هتعملي له سبورت، هتعملي له يعني تبقي مسانداه ومحسساه ان هو زي ما هو وفي كامل لياقته اهم حاجه، وهو ان شاء الله ما يبقاش عنده حاجه خالص وتعدي يعني باذن الله. باذن الله ان شاء الله. الف سلام عليه. طب يا دكتوره عشان نقفل الجزئيه دي اللي هي فقد عزيز، علاقه مش كويسه وانتهت، والامراض السيئة الامراض السمكية. تمام. عشان ما نقلقش الناس، يعني مثلا لغايه نقول 40 يوم انا متاثره، بعد كده يبقى في حاجه غلط لازم اتوجه للعلاج؟ مثلا ممكن نقول كده مش اكتر من 40 يوم مثلا. ما انا هقول لحضرتك لو جه عليك 40 يوم وانت متاثره، لسه متاثره بس مش لدرجه الوهم الفظيع، يعني لو حاسه انك على الاقل حالتك مستقره ما بتتزايدش. لا استني شويه. تمام. انما انت لما يجي عليك 40 يوم وانت حاسه ان انت دلوقتي اسوأ من 10 ايام فاتوا، وان ابتدت العمليه مش بقى بتقل معاكي بتزيد. بتزيد. طب كده بقى التليفونات برضو حضرتك تروحي. مش عارفه انك عامل كده. اتفضلي اتفضلي حضرتك. ايوه ايوه يا ام خالد اهلا وسهلا. ايوه اهلا وسهلا يا ام خالد، اتفضلي الدكتوره معاكي، اتفضلي سؤالك. ممكن اكلم الدكتوره؟ ايوه يا ام حضرتك اتفضلي سؤالك. ايوه دكتوره ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. عامله ايه يا دكتوره؟ الحمد لله ربنا يخليكي اموري. والله بسال، عندي بوات ابني بتعامل البنت معامله قاسيه جدا جدا، تضربها وتحرمها من حاجاتها، والبنت وهي متاثره حضرتك بقى عايزه اموت، انا مش مستحمله حياتي، انا حاسه انك انت حرماني من كل حاجه، بتصعب عليا بيحصل ده قدامي، ببقى صعبان عليا البنت قوي. هل ده هيبقى له تأثير على البنت مستقبلا؟ ولا ممكن يعدي تعدية كده زي تعدية كرام؟ هم دول ولاد حضرتك، ابنك وبنتك مش كده؟ لا ابني ومراتي. ابنك ومراته. هو هو بيضربها وبيعملها معاملة وحشة. لا الأم، الأم بتعامل البنت. الأم حماتها يعني ولا ايه؟ لا مش فاهمه. يعني الام بتعامل البنت معامله قاسيه، يعني هي بتربيها يعني ده اسلوب تربيتها يعني. فهي خايفه ان البنت في المستقبل، جدتها يعني خايفه ان البنت في المستقبل ده ياثر على نفسيتها او ياثر على تصرفاتها مع الناس او كده. بصي يا فندم، طب حضرتك اسمعي اجابه السؤال ان شاء الله. اتفضلي. هو عموما العنف، العنف مع الاطفال بيوصلنا بعد كده لكائن من اتنين، يا اما كائن عدواني قوي لدرجه الجريمه، يا اما كائن انطوائي ومنعزل ولما تهنيه ما يفرقش معاه خلاص، يعني بنموت كرامته. وفي الحالتين بيطلع مواطن مشوه. العنف مع الاطفال مرفوض تماما، العنف مرفوض. في الف وسيله. بصي انا هقول لحضرتك، في الحقيقة اللي بيستاهل العنف لما الطفل يبقى عنده مشكلة هو الآباء مش الطفل. هو اتولد صفحة بيضاء، ما بيعرفش يعمل حاجة وحشة. صحيح عنده جينات من الأب والأم بتورثه شوية خصال يمكن تكون فيها حاجات صعبة، طباع زي تمام. يعني ساعات العند بيبقى وراثي كمان. تمام. إنما التعامل مع الطفل محتاج أب وأم عندهم فهم ودراية، علشان ولعلمك حضرتك ده من وهو في بطن مامته،
يعني مش نستنى، لا ده لسه صغير ما فيهاش حاجه دلوقتي، لما يشتم الله الشتيمه طالعه من بقه زي السكر. من هو في بطن مامته ايه بقى بطن يعني مامته. قصد حقيقة ايه؟ ان انا ما اكونش عصبيه مثلا؟ مش بس الجنين في بطن مامته بيتاثر بكل حاجه حواليه، يعني مثلا حضرتك ما تبقيش حامل وطول الوقت في عصبيه وغضب وشتيمه وضرب ومشاكل مع جوزك، البيبي شور بيتاثر فعلا. ما ينفعش مثلا تنزلي بيه ديسكوهات وهو في بطنك، الدوشه الجامده دي بتاثر عليه. ده ممكن يطلعوا ايه بقى؟ ياثر ايه؟ يطلعوا عصبي مثلا؟ عصبي وفرط الحركه ده بيبقى له اثار من وهو في من وهو يعني جنين. لما كانوا بيقولوا لنا غني للبيبي وكنا بنقعد نضحك والحاجات دي، صح؟ ده بالراحه خالص فعلا، بمنتهى الرقه والهدوء. يعني ما فيش مانع ان هو يسمع ميوزك سوفت ميوزك كده لطيفه، تمام، تطبطبي كده عليه وهو في بطنك، كل ده هو حاسس بيه. سبحان الله. والبيبي المرحب بيه بيفرق عن البيبي اللي اهله مش راضيين بيه، اللي مش عايزينه. معلش يا دكتوره في تليفون، معلش. ايوه طبعا. محمد أيوة، السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام، اتفضلي الدكتوره مع حضرتك. انا اللي لسه مكلمه الدكتوره من شويه عشان جيت، بس الكهرباء بدات ما عرفتش من الكلام والله. بصي يا دكتوره، بقول لحضرتك هو ما بيشتكيش من اي حاجه في القلب، ماشي، بس هو عنده ضربات القلب سريعه حبي، والدكتور قال له مش عندك شريانين تعبانين. ماشي، لا تغير بقى، تقعد 6 شهور وتاخد العلاج، وبعد ال6 شهور تيجي نشوف ينفع ولا مش نغيره، الشريان تعبان جوزي ولا ايه؟ لو ضربات. بس بالله عليك رد عليا في التليفون، في الكهرباء فاصله مش عارفه. حاضر. طيب انا هرد. خليكي على التليفون وهي ترد عليك. حاضر انا هرد. بصي، الشرايين لما يبقى فيها مشكله تبقى انت محتاجه لدكتور قلب، علشان احنا ما نقدرش نحدد اذا كانت حاله شرايينه ايه من غير كشف. طبعا. تمام. طبعا. ضربات القلب السريعه دي ليها علاقه بانه قلقان، ضربات القلب السريعه ليها علاقه بانه ممكن يكون متوتر، ان هو قالوا له ان انت تعبان. تمام. فهو لازم يتابع مع دكتور قلب علشان حاله الشرايين تكون تحت عنايه. تمام. انما ما نقدرش احنا واحنا هنا نعرف حاله الشرايين شكلها ايه. تمام. يعني حضرتك تابعي مع دكتور قلب، وزي ما اتفقنا حضرتك ما تحسسيهوش ان دي نهايه الدنيا او ان هو خلاص تعب او لا اطلاقا. حضرتك يعني اعتني بيه، هو في الاول وفي الاخر الراجل محتاج اعتنى زي البيبي. فحضرتك اعتني بيه. دي حقيقه فعلا. طب يا دكتور دلوقتي هنتقل بقى من الكبار نتكلم عن الصغيرين. تمام. اوقات بلاقي اطفال عندهم فرط حركه، عندهم مثلا بيكذب، بيسرق مثلا. تمام. ده حضرتك ممكن تساعدي الامهات فيه؟ تمام. وازاي هتكون طريقتك ازاي؟ يعني انا اجيبه لحضرتك واجي العياده، ولا التعامل يكون معاه ازاي، ولا بترشديني انا شخصيا؟ يعني انا اجي لك افهم منك الوضع بيكون ازاي؟ تمام. احنا كده دخلنا في الارشاد الاسري. تمام. ايوه. الارشاد الاسري ده له علاقه بكل افراد الاسره. تمام. ايا كان سنهم. ده له علاقه بالاسره قبل ما تتكون، يعني في امريكا جلسات المشوره او الارشاد الاسري دي بيعملوها للولد والبنت قبل ما يتجوزوا قبل اصلا. قبل الجواز. ايوه. تمام. وهنا على فكره في بعض المؤسسات تبنت الفكره ده. تمام. الطفل هو نتاج معاملتك، الا اذا عنده مشاكل في الغدد او في الهرمونات. ده موضوع بيبقى محتاج ادويه، يعني حاجه نازل بيها مولود بيها ملوش علاقه ابدا بسلوكه في الحالة دي، ده محتاج دواء. تمام؟ أيوة. تمام. إنما في الحقيقة في حالات كتير بيبقى الطفل عايز يلفت الانتباه، يقوم يتصرف بشكل مشاكس اللي هو بنسميه عنادي. عنادي جامد. تمام. وممكن يكون حابب ينتقم من اللي حواليه بسبب أو لآخر، فبيسرق. بياخد الحاجات من زمايله أو من البيت. تمام. ويخبيها. ده مش شرط ان يكون مريض. تمام؟ تمام. فلازم طبعا الاب والام يروحوا المتخصص ومعاهم الطفل. شور معاهم الطفل، لازم يكون معاه طبعا. تمام. طب يا دكتوره الوقت جري مع حضرتك بسرعه جدا، حضرتك كنت منورانا النهارده. ان شاء الله يكون لنا لقاءات ثانيه ان شاء الله، نسالك على بيت الاسئله اللي احنا كنا محضرينها. حاضر. وما قلناهاش في نهايه حلقتنا. بنشكر الدكتوره اماني يوسف اخصائي الصحه النفسيه والارشاد الاسري، شكرا لحضرتك، سعدنا بكم، وإن شاء الله نكون معاكم في حلقات تانية بإذن الله. كنت معاكم إيناس كامل، شكراً.